ينضم إلينا من مدينة أوتاوا بكندا سيد زهير الشاعر الكاتب والباحث السياسي. أهلا بك سيد زهير. الآن بعد هذا المشهد الذي نراه في بيروت من احتراق وحرق للبنى التحتية وقصف غير مسبوق لم يشهده لبنان ولا بيروت حتى في عام 2006، هنالك حديث عن اختراقات بطائرات مسيرة وصفارات الإنذار تدوي في تل أبيب وكذلك قرب قواعد جوية. كيف تقرأ هذا المشهد وهل نحن أمام تصعيد أكبر؟ يعني عمليا ما يحصل في لبنان أو في بيروت من قبل إسرائيل في تقديري أن هذا الأمر ليس مستغربا ولا مستهجنا، كون أن العربدة الإسرائيلية واضحة وجربت في غزة، وأيضا نراها كل ساعة وكل دقيقة عمليا في جبهة لبنان. وبالتالي هذا القصف يعني أمر ليس غريبا على الهمجية الإسرائيلية التي تمارس أو التي مارست الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ولا زالت تمارس هذه الإبادة الجماعية في غزة. وبالتالي ما تمارسه في لبنان هو نوع من انعكاس حالة الجنون والتخبط التي يعيشها نتنياهو وحكومته المتطرفة، خاصة بأن مفاجآت حزب الله لا زالت تتقدم أكثر وأكثر، بالرغم من الضربات القوية والقاسية جدا التي وجهت للحزب والتي هدفت عمليا إلى تشتيت قوته وتشتيت صفوفه وإرباك يعني إرباكه حتى يعجز عمليا عن الرد ويتم تفكيكه بالكامل من أول ضربة، خاصة بأن الضربة الأولى استهدفت القيادات العليا، ولكن اليوم نحن أمام ضربات مضادة، وحزب الله يستخدم مسيرات ويستخدم صواريخ، وبالتالي أربك الحالة الإسرائيلية، وعلى ما يبدو أن القبة الحديدية لازالت عاجزة عمليا عن الوقوف أمام هذا الأمر. ما تمر به إسرائيل في الجبهة الشمالية في أعلى الحدود الشمالية بالنسبة لإسرائيل في تقديري، أو عجز إسرائيل حتى اللحظة من فرض عودة سكان الشمال إلى أماكنهم، هذا يمثل شعور بالعجز وهزيمة لنتنياهو وحكومته. لذلك هو يستخدم القوة المفرطة، ولربما تتزايد هذه القوة على أمل أن يحقق شيء نوعا ما من الانتصار، ولكن كل هذا هو عمليا هو نوع من الانتقام الذي يعكس حالة الضعف والانهزام الداخلي والتخبط التي يعيشها حقيقة نتنياهو وحكومته. هو يحاول من خلال التصريحات التي تصدر عن حكومته بأنه يريد أن يغير شكل منطقة الشرق الأوسط. من يريد أن يغير شكل منطقة الشرق الأوسط عليه أن يحقق في البداية انتصارا ساحقا في بقعة صغيرة في قطاع غزة، وهذا الأمر لم يحصل حتى اللحظة. وبالتالي العجز الآخر الذي حصل في لبنان حتى اللحظة هو يجعله في حالة في هذه الحالة من الجنون في القصف والتدمير الذي يقوم به من الجو. أما على البر فالنتيجة كانت واضحة في تقديري بأن الأمور بالغة التعقيد بالنسبة لإسرائيل وجيشها. هنالك الآن أنباء تتحدث سيد زهير عن وصول طائرات مسيرة من العراق أو من اليمن كما تقول هذه الأنباء، وأن صفارات الإنذار تدوي في قاعدة بالمخيم الجوية جنوب تل أبيب.